بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، نرحب بكم في برنامج درس على الهواء، ومعكم اليوم في صف التاسع مادة الرياضيات، فكونوا معنا إن شاء الله ومتابعين ومستمتعين في مادة الرياضيات الممتعة والمسلية. فعندنا بداية أبدأ معكم في الوحدات التي ستكون معنا في الوحدات الداخلة في هذا الفصل، بما أنه في يعني في وضع بما أنه في وضع مختلف في هذا السنة، فيكون في وحدات محذوفة. فوضح لكم الوحدات اللي داخلة في هذا الفصل الدراسي الأول حتى تكونوا متابعين معي في الدروس القادمة إيش هي بالضبط. فنبدأ أولا نشوف مع بعض الشاشة الوحدات اللي داخلة معنا في هذا الفصل الأول. الوحدة الثانية هذه اللي هي الكسور والنسب المئوية اللي سنبدأ اليوم فيها بالدرس الأول. أيضا الوحدة الرابعة أيضا، وكذلك الوحدات اللي هي نتكلم عنها، الوحدات السابعة والوحدة الثامنة والوحدة التاسعة. الوحدة الأولى اللي هي بداية في الثانية تتكلم عن الكسور، الوحدة اللي بعدها تتكلم عن الدوائر والخطوط المستقيمة، الوحدة السابعة تتكلم عن المستقيمات، والوحدة الثامنة التماثل والتحويلات الهندسية، الوحدة التاسعة المتتاليات والمجموعات. هذه الوحدات فقط اللي ستكون معنا في هذا الفصل الدراسي، باقي الوحدات هي محذوفة. هنا عندك الوحدة الأولى والوحدة الثالثة والخامسة والسادسة، هذه كلها محذوفة في الفصل الدراسي الأول. نبدأ الآن بتعريف بسيط للكسور، مع أن هذا موضوع ليس بالجديد عليكم. نوضح بعض الأشياء البسيطة في الكسور. هنا الدرس الأول نتكلم عن الكسور المتكافئة. أولا نأخذ تعريف بسيط عن الكسور بالضبط وإيش هي، وكيف نحدد الكسور المتكافئة، وكيف نبسط الكسور. في ثلاثة أهداف عندنا في درس اليوم. الهدف الأول هو كيف مفهوم الكسر، كيف تعرف مفهوم الكسر. هنا أولا نوجد الكسر مكافئ، هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني كيف نبسط كسر، هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث هو كيف توجد كسر مجهول أو جزء من الكسر، فنشوف هذا في التمرين الأخير إن شاء الله. إذن عندنا ثلاثة أهداف، خليكم مركزين معي. البداية الكسور نعرف مثل ما نعرف سابقا أن الكسور هي عبارة عن بسط ومقام. مثلا عندي هنا رمز ألف على باء، فاللي في الأعلى يسمى بسط وفي الأسفل يسمى مقام، وهذا يعبر عن الأجزاء من الوحدات المتكاملة. مثلا عندي دائرة أريد أقسمها إلى أجزاء، فلو حطيت خط في الوسط هذا يمثل نصف، والجزء الآخر أيضا يمثل نصف، ويعبر عنه بواحد على اثنين. هذا صيغة الكسر، يكون في صورة ألف على باء بشرط أن المقام لا يساوي صفر. لماذا لا يساوي صفر؟ إن في الرياضيات تعرفون أنه ما ممكن أن نقسم على عدد يساوي صفر، حتى في الآلة الحاسبة غير معرف، إنما نقسم أي مقدار على صفر غير معرف، فبالتالي الأعداد المقام ما يساوي أبدا الصفر. الآن نأتي للكسور المتكافئة. تكافؤ تعني متساوي، يعني كسرين متساويين. فعندي مثلا هنا كسرين مثل النص اللي هو هذا، وعندي أربعة على ثمانية، هل الكسرين متكافئين؟ وعندي أربعين على خمسين أيضا يساوي الكسر أربعة على خمسة. إيش معنى هذا؟ نشوف مع بعض في مثال في الأسفل هنا إيش يعني تكافؤ. نشوف المثال هذا المصور أمامكم. فعندي هنا في الصورة واضح معكم كسرين اللي هو نصف، هذه الدائرة فيها نصف مظلل، والدائرة الأخرى فيها ربعين، وهنا موضح لك أنه في تساوي بين الكسرين. هلا كيف متساويين؟ لاحظ الجزء الملون في الدائرة الأولى والجزء الملون في الدائرة الثانية نفس المقدار، فبالتالي نصف يساوي ربع. ليش هذه ربع؟ لأن قسمنا الدائرة إلى أربعة أجزاء، فعندي ربعين اللي مظللين
وهنا قسمت الدائرة إلى نصفين، فعندي واحد فقط ملون. أما في الكسر الثاني فعندي ثلث هنا، واحد على ثلاثة يعني جزء من ثلاثة، فهذا الجزء من ثلاثة. الجزء المقدار الثاني فيه ستة أجزاء ولوننا منه جزئين، فهذا اثنين من ستة. وبالتالي كيف نعرف أنهم متساويين؟ لاحظ مقدار هذا الجزء الملون يطابق المقدار الملون في الجزء الثاني لو كانوا نفس الوحدات، نفس المستطيل هذا يشابه المستطيل الثاني، فبالتالي هذا كسرين متكافئين. أيضا في الكسر الأخير لو تلاحظ معي هنا جزئين ملونين وهنا أيضا أربعة أجزاء ملونة. خمن معي ما هو الجزء الذي يمثل اللون الأخضر؟ ما هو الجزء اللون الأخضر؟ جزء اللون الأخضر اثنين اللي هو في البسط اثنين، اثنين هذا، والمقام نكتب عدد الأجزاء كلها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أجزاء، اثنين من خمسة. الجزء الثاني نخلي باللون الأزرق، شوف لاحظ كم جزء هنا، أربعة أجزاء في البسط، أربعة أجزاء، والمقام نحسب كل الأعداد اللي موجودة أو الأجزاء اللي في الشكل، فعندي أربعة هنا ثمانية أو خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أجزاء، فهذا يعني إنه اثنين على خمسة يكافي أربعة على خمسة. جميل، واضح الآن. الآن ننتقل إلى الأمثلة، كيف نعرف أنه كسرين متكافئين بدون رسومات مثل ما واضح أمامكم؟ نشوف مع بعض هنا في المثال. هذا مثال محلول من كتاب الطالب، موجود في كتاب الطالب هنا صفحة 43 للرجوع إليه. فعندي ملاحظة قبل أن نكمل، أنه أي طالب يحضر معانا الدرس يجهز مع ورقة ملاحظات ويسجل الأشياء المهمة اللي بعطيكم إياها، فأخذ لي معك كتاب الطالب وكتاب النشاط لأنه في بعض الأسئلة بجيبها من الكتاب. عندنا مثال هنا في كتاب الطالب صفحة 43، المثال يقول اكتب كل من الكسور الآتية في أبسط صورة. أو نبدأ بالمثال الثاني لأنه هذا تبسيط. المثال الثاني الكسور المتكافئة، أي كسرين من الكسور الآتية متكافئة؟ عندي خمسة على ستة، خمسة على ستة هذا، وعندي الثاني عشرين على خمسة وعشرين، والثالث 15 على ثمانية. شوف لاحظ كيف حل السؤال، هو السؤال خمسة على ستة في أبسط صورة ماذا يساوي؟ نقسم الطرفين، شوف الملاحظة اللي هنا مكتوبة، في كل حالتين لاحظ أنك تقسم على كل حالة كل من البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر بينهما. البسط قلنا اللي في الأعلى والمقام اللي في الأسفل، فتقسم الطرفين أو تضربهم للحصول على أبسط صورة. فلو كان مقدار صغير مثل 5 على 6 هذا نعمل له عملية ضرب لإيجاد كسر مكافئ، أما إذا كان مقدار كبير مثل 20 على 25 نعمل له تبسيط بالقسمة. فنبدأ أولا ب 5 على 6، فعندي 20 على 25 قسمناه على 5، هنا على 5، 25 على 5 يساوي 5 هنا، عشان تتضح الصورة نفضي الشاشة قليلا. إذن 25 على 5 يعطينا 4، هذا الناتج الأول، و 25 على 5 يعطيني كم؟ 5، الناتج الثاني، فهذا أصبح 4 على 5 كسر مكافئ ل 20 على 25، هذا الكسرين متكافئين. لكن ما هي الإجابة المطلوبة؟ المطلوب واحد من هذه الثلاثة يكون مكافئ لعشرين على 25. فنبسط أيضا الكسر الثاني، 15 على 18 نقسم الطرفين على عامل مشترك اللي هو 3، 15 تقسيم 3 يساوي 5، و 18 تقسيم 3 يساوي 6. لو تلاحظ معي هذا هو المقدار الصحيح، فمعناه
انه 15 على 8 كسر مكافي للكسر 5 على 6. السؤال هكذا: أي الكسرين من الكسور الآتية متكافئان؟ فعندي الكسرين هما 5 على 6 و 15 على 8. نأتي إلى المفهوم الآخر من الأهداف. الآن عرفنا كيف نوجد كسر مكافئ بالقسمة أو بالضرب. الهدف الآخر من الدرس هو كيف تبسط الكسر. هذا عندي كسور هنا في الأعلى في المثال الأول: 3 على 15، 16 على 24، 21 على 28 و 5 على 8. لاحظ معي الأمثلة وكيف حلها في خلال ثواني. لاحظ كيف الحل. نعم، شوف معي المثال الأول: 3 على 15، هذا كسر يحتاج تبسيط لأنه في قابلية للقسمة، 15 تقبل القسمة على 3، فالعامل المشترك بين 3 وال 15 اللي يقبل القسمة هو 3، فنقسم على 3 البسط والمقام يطلع معي الناتج 15. أيضا المقدار الثاني نشوف عامل مشترك بين 16 وال 24 يطلع معك 8، فهذا يأتي مع حفظ جدول الضرب. اللي يحفظ جدول الضرب هذه فائدته أنك تستطيع الإجابة بكل سهولة وتعرف الأعداد اللي تقبل القسمة. فقسمنا 16 على 8 يعطينا 2، و 24 على 8 يساوي 3. السؤال الثالث: 21 على 28 أيضا قسمنا على 7 اللي هو عامل مشترك يطلع 3 على 4. أما المثال الأخير فهذه أبسط صورة للعددين. لاحظ المثال الأخير أبسط صورة لأن الخمسة والثمانية لا توجد قواسم مشتركة لها، فبالتالي يظل الكسر كما هو في أبسط صورة. الآن نشوف على الهدف اللي بعده. هذه تمارين كتاب الطالب موجودة في صفحة 44، نحل بعض الأسئلة منها حتى نستفيد أكثر من الشرح. شوف السؤال الأول: أوجد ثلاثة كسور مكافئة لكل كسر من الكسور التالية. هنا نتكلم عن الهدف الأول كسور مكافئة. السؤال الثاني هنا تبسيط، لازم تحلل السؤال قبل أن تجاوب السؤال هذا، لازم تحلل إيش المطلوب بالضبط. كسور مكافئة معناها ويريد كم واحد؟ ثلاثة كسور متكافئة، فيعني أنك تبسط هذا الكسر أو تجيب واحد مكافئ بالضرب في عدد أو القسمة على عدد. أما التبسيط هو أن تقلل بالقسمة دائما، هذا بالقسمة دائما، قسمة البسط والمقام على العام المشترك. أما في المكافئة بإمكانك أنك تضرب أو تقسم حتى تصل إلى كسر مشابه. أحل بعض الأمثلة منها للتوضيح. مثلا هذه 5 على 9 يريد منها ثلاثة كسور مكافئة، 5 على 9 يساوي. نختار الضرب، مثلا نضرب في رقم، أي رقم نختار، مثلا أرقام بسيطة للتسهيل فقط، نختار 5 ضرب 2 مثلا، وهنا 9 ضرب 2 يعطيني هنا 10 على 18. إذن هذا صار كسر مكافئ أول. كسر مكافئ ثاني تغير العدد اللي تضرب فيه، مثلا نختار عدد آخر نكتب 5 ضرب 3 مثلا على 9 ضرب 3. الثلاثة أنا اخترتها من عندي لإيجاد كسر مكافئ، يساوي 5 ضرب 3 15 و 9 ضرب 3 18. إذن هذا كسر مكافئ آخر. أتمنى أنه ما خطأنا، لا خطأ هنا في 27، هذا 9 ضرب 3 27. هذا المثال الأول. المثال الثاني نشوف عليه، ناخذ السؤال باء مثلا. السؤال باء: 3 على 9 ماذا يريد السؤال هنا مرة أخرى؟ يريد السؤال كسر في أبسط صورة، معنى لازم نقسم، فنقسم البسط والمقام على العامل المشترك اللي هو كم؟ 3 و9، إيش العامل المشترك بينهم أو القاسم المشترك؟ 3، 3 على 3 تساوي 1 و9 على 3 يساوي 3. إذن هذا الكسر في أبسط صورة 1 على 3.
نختار كسر آخر مثلا 25، 15 على 25، نكتب 15 على 25 ونشوف القاسم المشترك الأصغر. إيش القاسم المشترك الأكبر؟ عفوا، القاسم المشترك الأكبر 15 تقسيم 3 أو 5، نختار مثلا 5 وهنا 5. لو اخترت 3 بإمكانك تبسط أكثر، فنختار القاسم المشترك الأكبر 15 تقسيم 5 3، و 25 على 5 يساوي 5. الآن صار في أبسط صورة، تكون الإجابة بهذا الشكل. السؤال الأول نجيب ثلاثة كسور مكافئة، والسؤال الثاني نبسط الكسور إلى أبسط صورة. نشوف الآن تعريف في كتاب النشاط صفحة 29، كتاب النشاط صفحة 29. التعريف الكسور المتكافئة ماذا تعني؟ تعني أن لها قيمة نفسها، لها القيمة نفسها، يعني نصف تساوي 2 على 4 تساوي 5 على 10 وهكذا. أيضا التعريف الثاني لإيجاد كسور متكافئة، نضرب البسط والمقام في العدد نفسه غير الصفر، أو نقسم البسط والمقام لعدد غير الصفر، مثل ما نبهتكم في البداية أن الصفر ما ممكن أن نقسم عليه. حتى الضرب في الصفر، عملية الضرب تعطي نتيجة صفر، فما نستفيد منها، فبالتالي نضرب في أي عدد أو نقسم على أي عدد غير الصفر. الآن نشوف الأمثلة، هذه نفس التمرين اللي شفناه قبل شوية، تبسيط الكسور اللي أمامنا. الآن كل طالب يشوف على الصورة ويحاول إنه يحل بعض الأسئلة هنا. نعم، المثال الأول مثلا 6 على 12 يساوي، إيش الكسر اللي أقسم عليه أو أضربه؟ هذا 12 عدد كبير، فمحتاج إني أقسم، فيكون عملية قسمة 6 تقسيم مثلا 2، وهنا 12 تقسيم 2 يعطينا 3 على 12 تقسيم 2 6، هذا كسر مكافئ، لكن ليس في أبسط صورة. أبسط صورة بإمكاني أقسم مرة أخرى، الثلاثة أقسمها على كم؟ 3 على 6 نقسمها على 3 مرة أخرى يساوي 3 على 3 1، و 6 على 3 2. هذه هي أبسط صورة، أو الكسر في أبسط صورة. هنا لو كان يريد كسر مكافئ كان هذا يعتبر إجابة صحيحة، لكن في أبسط صورة لازم تجيب أقل عدد ممكن تقسيمه. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده نفس الفكرة، ولكن هنا يريد كسور أو الهدف الثالث اللي خبرتكم عنه في حصة اليوم. إيش الهدف الثالث؟ إيجاد جزء من كسر. فعندي هذا كسرين متكافئين، وعندي عدد مجهول اللي هو سين، حذف واحد من المقام من الكسر الثاني. كيف نحصل على هذا الكسر؟ في طريقة هنا مشروحة في كتاب النشاط بهذه العملية، تكون عملية الضرب التبادلي لإيجاد المجهول. فعندي هنا نص يساوي سين على 28 كسرين متكافئين، وأريد الجزء المجهول اللي في الأعلى. إيش عمل هو؟ ضرب واحد ضرب 28، فنزل الواحد هنا في الجهة الثانية، أو تطلع 28 مع الجهة الأخرى. في النهاية تكون الكسرين موجودين على البسط، ما يكون شيء في المقام. 28 تطلع مع الواحد 28، واثنين ضرب سين يطلع 2 سين، ثم نقسم الطرفين على معامل السين، فنقسم سين 2 سين على 2 يعطينا 1 سين 1 سين، و 28 على 2 يعطينا 14. نطبق هذه القاعدة في الأمثلة. شوف معي المثال هنا، 2 على 5 يساوي 26 على سين. إذن أول خطوة نسويها نعمل ضرب تبادلي. اثنين ضرب ستة، عفوا هنا خط عريض جدا، اثنين ضرب السين، وخمسة ضرب 26.
فنكتب عملية بهذا الشكل، 2 ضرب س 2 س تساوي 26 ضرب 5، نكتب 5 ضرب 26 ونضرب هنا بشكل طولي يكون العملية أسهل. 26 ضرب 5، دائما تتعود على هذه العملية في حالة ما تعتمد كثير على الآلة الحاسبة. ف 6 ضرب 5 يساوي 30، صفر معنا الثلاثة. 2 ضرب 5 10 زائد 3 يساوي 13، إذا الناتج 130. فتصبح معادلة 2 س، إذا قلنا نسميها معادلة 130، 2 س تساوي 130. آخر خطوة نريد السين تكون وحدها عشان نحصل قيمتها، نقسم الطرفين على معامل السين اللي هو 2. مرة أخرى نقسم على معامل السين، لو كان 2 نقسم على 2، لو كان 3 نقسم على 3 أو أي رقم آخر. الجهة الأخرى أيضا نقسم على 2، لأن تصبح هذه سين أو 1 سين يساوي 130 على 2. نطلع الناتج اللي يطلع معنا مثلا 65، 65 تقريبا بهذه الصورة. نشوف المثال آخر، مثال باء، ناخذ مثال باء هذا بنفس الفكرة لتتأكد المعلومة نحل مثال آخر. ركزوا معي ونشوفوا المثال الثاني. عندي 5 ضرب س وهنا 7 ضرب 120، فنكتب أولا 5 ضرب س هنا يساوي 120 ضرب 7، نكتبها في الخارج 120 ضرب 7، 0 ضرب 7 0، 2 ضرب 7 14، 100 أو 1 ضرب 7 يساوي 7 ونفسها كما هي، زائد 1 8، 7 نضيف لها الواحد اللي فوق تصير 8. إذن 840، اكتب هنا 840 اللي هي حاصل ضرب 7 ضرب 120. نقسم الطرفين على كم؟ على 5، لأن هنا المعامل س 5، يساوي الناتج هنا س تساوي نقسم 840 على 5 فتصبح 8، هنا 800 على 5. نستخدم الآلة الحاسبة في هذا الرقم لأنه عدد كبير، فنكتب 840 تقسيم 5 يطلع 168، 168. هذه هي مجمل ملخص درس اليوم نتكلم فيه عن أو الدرس الأول من الوحدة الثانية. نأخذ ملخص سريع، إيش هي الأهداف الأساسية اللي في الدرس؟ اللي هي كيف نوجد كسر مكافي أولا، ثم كيف نبسط الكسر، ثم كيف نوجد كسر مجهول. مثلا عندي سين أو 5 على 2 يساوي سين على 10، كيف نوجد كسر مثل هذا؟ تمام، هذا هو ملخص حلقة اليوم. أشكركم على حسن استماعكم ونعود إليكم في الإعادة إن شاء الله وفي الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله. شكرا جزيلا على استماعكم، أتمنى لكم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعود إليكم أعزائي الطلبة مرة أخرى لنستكمل حل تمارين في درس الكسور المتكافئة. فعندنا درس تعلمنا فيه ثلاثة أهداف، هي الكسور المتكافئة، كيف نوجد كسر مكافئ، وكيف نبسط الكسر، وكيف نوجد مقام الكسر أو بسط الكسر المجهول. فنبدأ في تمارين الكتابة النشاط. حلينا منه سابقا السؤال الألف اللي هو تبسيط الكسور هنا، فنقسم على العامل المشترك الأكبر مثل ما قلنا. نعيد السؤال ألف مرة ثانية للتوضيح. عندي 6 تقسيم 3، وهنا 12 تقسيم، أو نقسم على 6 مباشرة، لأنه العامل المشترك بين 12 وبين 6 هي 6 نفسها. فنقسم 6 على 6 و 12 أيضا نقسمها على 6. ستة على ستة يعطينا كم؟ 1، و 12 على 6 يساوي 2. هذا الكسر الأول. نشوف الكسر الثاني باء. هل الأربعة تقبل القسمة على 12؟ تقبل طبعا، فنقسم الطرفين على العامل المشترك بين الأربعة وبين 12 اللي هو الأربعة. 4 على 4 تعطينا 1، و 12 على 4 يساوي 3. هذه أبسط صورة للكسر الثاني. الكسر الثالث نشوف 3 على 9، أيضا نقسم. دائما في التبسيط نسوي عملية قسمة، فنقسم 3 على 3 لأن عامل مشترك للتسعة، فنقسم البسط والمقام على نفس المقدار. 3 على 3 يساوي 9، عفوا 1، و 9 على 3 يساوي 3. نشوف الجزئية اللي بعدها د. 8 و 32 أيضا يقبل القسمة على بعض، فنقسم على 8 هنا وهنا على 8، ف 8 تقسيم 8 1، و 32 تقسيم 8 يعطيني كم؟ 4، إذن هذه ربع. السؤال اللي بعده، نتمنى تكونوا متابعين معي عشان تفهم توصل الفكرة بشكل واضح. 12 نقسمها على العامل المشترك بين 48 و 12، 12 نفسها تقبل القسمة على 48، فنقسم البسط والمقام على 12. 12 تقسيم 12 يعطيني 1، 48 تقسيم 12 يعطينا 4 تحديدا ربع. السؤال اللي بعده، كل ما كبرت الأعداد أنت تحاول تستخدم الآلة الحاسبة للتبسيط، لأن الأعداد الكبيرة تحتاج منك وقت أطول في الاختبارات. فهنا 125 تقسيم الألف، 125 يقبل القسمة على الألف. خلينا نستخدم عدد أبسط أولا اللي هو مثلا ناخذ 100 أو الخمسة عفوا، ناخذ 5 هنا 5 هنا، ثم نبسط العدد اللي بعده. 125 تقسيم 5 يساوي 5 نستخدم الآلة الحاسبة هنا يعطينا 25. 1000 تقسيم 5 يعطينا 200 تقريبا، 200 يعطي نعم. نبسط أكثر، هذه 25 على 200 هل تقبل القسمة أم لا؟ نبسطها أكثر، إذن تقبل القسمة على 25، تقبل القسمة على 25 هنا. خمسة وعشرين على 25 1، و 200 على 25 يعطيني كم؟ 4. لو تلاحظ الصف هذا كله طلع الناتج 4، بس العملية اللي سويتها الآن إذا كنت ما حافظ الأرقام الكبيرة فتبسط على رقم قريب منه ثم تكمل بالرقم الثاني، تبسط مرة أخرى يعني على مرحلتين. السؤال اللي بعده، عندي 3 على 15، هذا على مرحلة واحدة لأن الثلاثة من عوامل 15، فنقسم على 3 يساوي
واحد على خمسة، ثم هذا العدد اللي بعده أربعة على ستة، نقسم على كم ليقبل القسم عليهم؟ الأربعة هل من عوامل ستة أم لا؟ ليست من عوامل الستة. أو نأخذ اثنين، تقسيم اثنين، لأن الأربعة لا تقبل القسم على ستة، فنأخذ مقدار عامل مشترك بينهما يساوي أربعة تقسيم اثنين اثنين، وستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة. هنا يعتمد على مهارتك في جدول الضرب. نشوف المقدار اللي بعده، أربعة وعشرين وعندي اثنين وثلاثين، فنختار مثلا الثمانية. أربعة وعشرين على ثمانية يساوي ثلاثة، واثنين وثلاثين على ثمانية يساوي أربعة. نعم، السؤال الأخير نفسه يشبه مثال السابق، فنسوي على مرحلتين. نقسم في البداية على خمسة، نقسم 375 على خمسة، يساوي 75 هنا. والمقدار الثاني 1000 على خمسة يطلع 200، مثل المثال السابق. هل يتبسط أكثر؟ نعم يتبسط أكثر. نشوف 75 هل تقبل القسمة على 200 بشكل يعني بدون باقي. نشوف عامل مشترك بين 75 والـ200، إذن هذه أبسط صورة، لا يوجد عامل مشترك هنا. يمكن نقسم على مقدار آخر، يعني 75 لا تقبل القسمة على 200، فنشوف الخمسة، نقسم مرة أخرى على خمسة فتطلع معي 75 تقسيم خمسة، وهنا 200 تقسيم خمسة. هذا عامل مشترك بين 75 وبين 200. نكرر القسمة، تطلع 75 على خمسة يساوي 15، 200 على خمسة يساوي 40، يساوي 40. هل في قاسم مشترك آخر؟ نعم يوجد، ما وصلنا إلى أبسط صورة، فيوجد قاسم مشترك آخر اللي هو الخمسة مرة أخرى. نكمل، 15 على 40، نقسم مرة ثانية على خمسة يساوي 15 تقسيم خمسة يساوي ثلاثة، 40 تقسيم خمسة يساوي ثمانية. هذه أبسط صورة في المثال الأخير. نعم، ننتقل الآن إلى موضوع الآخر اللي هو عملية إيجاد المجهول في المثالين المتبقين في هذا السؤال. حلينا السؤال الأول بعملية المقص مثل ما أخبرتكم، 2 ضرب س، ثم 5 ضرب 26، ثم نبسط لنصل إلى قيمة س. الآن لاحظ معي في المثال الأول س 65، المثال الثاني 168. نشوف المثال جيم، نضرب ضرب مقص أيضا، 6 ضرب س 6 س، و 5 ضرب 66. نسوي عملية ضرب طولية، 5 ضرب عفوا هنا 5 ضرب 66 6 ضرب 5 30، صفر معنا الثلاثة. 6 ضرب 5 مرة 30 زائد 3 33، إذن 6 س تساوي 33. نقسم الطرفين على، قلنا مرة ثانية معامل السين،
اللي هي 6 هنا وهنا 6. 6 تقسيم 6 يساوي س، و33 على 6 يساوي، هذا في أبسط صورة ما ممكن ما يقبل القسمة، فنسوي 33 هذا ما يقبل القسمة في أبسط صورة، فيكون الكسر نخليه مثل ما هو الآن 33 على 6. نشوف السؤال اللي بعده اللي فيه أيضا في إيجاد قيمة سين، أيضا ضرب تبادلي، الآن خلاص وضحت الفكرة بثلاثة أمثلة فيكون العملية سهلة جدا. 11 ضرب سين، 11 سين يساوي 9 ضرب 143. نعم، 9 ضرب 3 يساوي 18 أو 27 عفوا، ومع 2 9 ضرب 4 8 9 ضرب 4 يعطينا كم؟ 27، وهنا 46 عفوا 36، 36 زيدها 2 تكون 9 عفوا 7 38 تكون. مرة ثانية 9 ضرب 4 يعطينا 36، نضيف لهم الاثنين اللي فوق تصبح 38. مرة ثانية 9 ضرب 1 9، نضيف له 3 تصير 12، فهذا حاصل الضرب يساوي 1287. نقسم الطرفين مرة ثانية على 11 تصبح هنا س يساوي 1287 على 11. إذا حبيت تبسط أو لا، لو وجدت عامل مشترك بسط، لو ما وجدت يكون الصورة النهائية هذا النتيجة، لأنه في السؤال لم يحدد أنه الناتج يكون في أبسط صورة، ويريد قيمة س فقط بأي صورة كانت. نرجع مرة أخرى لتمارين كتاب الطالب، حلينا منها بعض الأسئلة، نستكمل باقي لزيادة الفائدة باقي الأسئلة، ما عندنا متسع من الوقت نستكمل باقي الأسئلة. نعيد مرة أخرى السؤال الأول اللي هو أوجد ثلاثة كسور مكافئة، أوجد ثلاثة كسور مكافئة لكل كسر من الكسور التالية. نبدأ بالكسر الأول 5 على 9، ونضرب في كل مرة في عدد عشان نحصل على كسر مكافئ. نضرب مثلا في 2 كسر آخر مثلا على 5 على 9 ضرب 3، كسر آخر نضرب في 4 مثلا، تغير الأرقام بما يناسبك. عفوا هنا 3 قلنا، الكسر اللي بعده يكون 5 على 9، نضرب البسط والمقام في 4، الحين نشوف المقدار الأول. الكسر الأول يساوي 5 ضرب 2 يساوي 10، وهنا 9 ضرب 2 18. الكسر اللي بعده 15 على 27، الكسر اللي بعده 20 على 36. هذه هي ثلاثة كسور المكافئ المطلوبة في المثال ألف. بهذا الشكل كل الكسور الأخرى سواء أنك تضرب أو تقسم تحصل على كسور مكافئة. فلو كان المقدار بسيط مثل هذا اللي هو 5 على 9 فنسوي عملية ضرب، أما لو كان الكسر موجود بصورة كبيرة مثل 12 على 8 اللي هو جيم هذا، ممكن أن نقسم 12 تقسيم عدد هنا، وهنا 18 تقسيم عدد، أو عام مشترك يكون نفس العدد، ما شرط عام مشترك، يكون يقبل القسمة على الاثنين ويكون يبسط المقدار إلى مقدار آخر
الكسر مكافئ له. بنختار مثلا 2 هنا، ومقدار آخر أيضا 12 على 18، نقسمه على عامل آخر مثلا، نخلي البسط والمقام 12 تقسيم مثلا 3، وهذا أيضا 3، يقبل القسمة على 3. كم يصبح المقدار الأول؟ 12 تقسيم 2 6، و 18 تقسيم 2 9. الكسر المكافئ الآخر اللي هو قسمناه على 3، 12 تقسيم 3 يساوي 4، و 18 تقسيم 3 يساوي 6. هذه كسرين مكافئين استخرجتهم من الكسر السابق. الآن عندي المثال الأخير اللي هو اللي حلينا فيه سؤالين هنا، اللي هو اكتب كل كسر من كسور التالية في أبسط صورة. في هذا السؤال ينبغي أن نركز أنه نقسم على المقدار اللي يكون عامل مشترك أكبر بين البسط والمقام. لو اخترنا رقم آخر ممكن ما يتبسط أكثر، في أبسط منه بهذا الشكل. نشوف السؤال ها على السريع، 5000 أو 500 مقسوم على 2500. لاحظ الأصفار هنا ممكن نبسطها أكثر، الأصفار متعودين أنها تحذف مع بعض، يبقى الكسر 5 على 25 لتبسيط العملية أكثر. نقسم على العامل المشترك اللي هو كم هنا؟ 5. نقسم البسط والمقام على 5، يطلع معي 5 على 5 1، 25 على 5 يعطيني 5. هكذا يبغى عندك يكون مهارة لعملية الضرب الأعداد، وعملية القسمة أيضا تكون حاضرة معك عشان تقدر تحل مسائل مثل هذه. هذه من أبسط الدروس في الكسور وفي الرياضيات بشكل عام، ونحتاجها كثيرا في المراحل القادمة في الرياضيات. يعني في الوحدات القادمة تحتاج كثيرا للكسور، ودرسنا القادم بيكون في الوحدة الثانية اللي هو يتكلم عن العمليات على الكسور. نرجع للوحدة، درسنا القادم يكون العمليات على الكسور، وبالتالي تكونوا محضرين وجاهزين للأسبوع القادم إن شاء الله. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.